ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس الدكتور رياض درقاوي المتخصص في الطب المخبري والمناعة. دكتور رياض، بعد التحية، برأيك كيف أثر قرار بكين رفع التدابير الصحية الصارمة المتعلقة بسياسة صفر كوفيد في ارتفاع أعداد الإصابات المحلية بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية؟ مرحبا، شكرا لاستضافتكم واهلا بالساده المشاهدين. في الحقيقه ان رفع هذه السياسه والحظر الذي كان موجود والاغلاق في يعني في سكان وشعب ليس ملقح بشكل كافي، هناك فقط اقل من 40% من كبار السن في الصين عندهم الملقحين بالسينوفار او السينوفاك، يعني اللقاحين الصينيين الذين اللذان يستخدمان هناك، وفي ايضا يعني بقيه الشعب ايضا هناك عدم تعرض دوري كما حصل في كل بقاع العالم تقريبا ما عدا البلاد التي كانت تطبق هذه السياسه. هناك تعرض دوري للفيروس، يعني كل فتره هناك موجه اولى، موجه ثانيه، موجه ثالثه وهكذا. فهذا يؤدي إلى وجود أشخاص كثيرة عندها حصلت إصابة ليس من وقت طويل وعندها أضداد وعندها حماية نسبية، أما عندهم فليس هناك حماية أبدا تقريبا، أو يعني ليست أبدا ولكن ضعيفة، وبالإضافة إلى عدم تعرض هذا الشعب إلى الفيروس بشكل دوري، هالعاملين مع بعضهما أدى إلى ازدياد سريع ومضطرد ومتوقع أصلا في عدد الإصابات اليومية في الجديدة في الكوفيد، والحقيقة أن الأعداد هائلة يعني لا تصدق. في يعني قرأت في كينداو فقط هي مدينة واحدة في 500,000 حالة يعني في يوم ما، ولذلك الصين لا تريد أن تفزع يمكن شعبها ولا العالم أيضا، لأن العالم يتأثر بالصين إن كان اقتصاديا وإن كان صحيا. أصلا الصين عندها المفروض ان الكوفيد قد بدا وقد انتشر لكل انحاء العالم، فاذا ادت هذه الزياده الكبيره في اعداد الحالات، وهذا يعني زياده كبيره في تكاثر الفيروس، الى ظهور سلاله جديده قد تكون يعني ولو كان هذا الاحتمال ضعيفا اكثر طوعه وخطرا، فهذا شيء سوف يكون كارثيا لكل العالم وليس فقط للصين. صحيح. فالموضوع اذا يعني كل الناس يجب أن تقدم الصين قدر الإمكان المعلومات عن ما يحدث، ويجب عليهم أن يستخدموا اللقاحات الموجودة في البلاد الأخرى، يعني إن كان اللقاح فايزر أو موديرنا أو أي لقاح آخر، وليس فقط الاعتماد على اللقاحات المحلية يعني فقط بالعناد، لأن الموضوع موضوع صحي يعني يتعلق بشعبهم وبكل شعوب العالم. صحيح. الدكتور رياض درقاوي المتخصص في الطب المخبري والمناعة كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.